واسمع رأي حضرتك سيادة النائب. بس انا معايا كمان النائب، سيادة النائب محمد انور السادات كمان معانا على التليفون، وهو واحد من اللي صوتوا بوضوح ضد اسقاط عضويته. مرحب بيك يا سيادة النائب. اهلا بيك، بحييك وبحيي ضيوفك والمتصلين. تحياتنا يا فندم. يعني عايز اعرف لماذا صوتت على عدم اسقاط العضويه او رفضت اسقاط العضويه؟ خلينا بدايه نقول، وده كلام قلناه تاني، محدش بيختلف على ان الدكتور توفيق عكاشه اخطا وتجاوز وتسبب في مشاكل كثيره جدا، سواء في وجوده داخل البرلمان اثناء الجلسات او من خلال قناه الفرعين. خلافنا هو الطريقة، الإجراءات اللي بتتم بيها إسقاط العضوية. لما يبقى عندي لجنة تحقيق انتهت بتوصية معينة، لجنة تحقيق مكونة من أستاذ قانون دستوري ومعه مجموعة من الزملاء النواب، وانتهت بعد استعراض الأحداث إلى أنها تحرمه فقط من فصل تشريعي، آسف، من دور انعقاد، يعني 9 شهور، ودي هي التوصية وهي دي العقوبة. فنفاجأ انه يعني يتم التصويت عليها بطريقة سريعة بان ده مرفوض وان عايزين عقوبة اكبر، ويبقى في اقتراح جاهز بالتصويت باسقاط العضوية. ده انا اشوف انه يعني استعجال، مش عايز اقول تجاوز، حتى لو ان رئيس المجلس في رده عليا، هو راجل استاذ قانون طبعا اعلم مني يعني، انما رده ان الاجراءات سليمه دستوريا ولائحيا. بس انا كنت اشوف انه النائب اوريدي يعني هو بالفعل ممنوع من دخول القاعه، برغم انه كان نادى عليه في البدايه، لكن حب يدخل بعد كده لم يمكن، عشان حتى على الاقل يدافع عن نفسه. يعني خلاص، واحد انت حكمت عليه بالاعدام، كان لازم، لم يحدث. ثانيا، هو اوريدي اصلا واخد عقوبه حرمان 10 جلسات، فايه وجه الاستعجال؟ هو ده وجهه نظري. فانا الحقيقه يعني ارى، لان العقوبه دي اقصى عقوبه، وهي بالظبط كده يعني تساوي كانك بتحكم على واحد بالانتحار والاعدام السياسي. يعني وصلت الصوره، وصلت الصوره. بشكر حضرتك سياده النائب، شكرا جزيلا. النائب محمد أنور السادات.